الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجمعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعنها رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس كانوا ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. ينتابون يعني يتناوبون فيما بينهم، فكانوا كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان له صاحب في العوالي، وكان لهما عمل مشترك، فكان كل واحد منهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب ويعلم صاحبه، ثم في اليوم الآخر كان الآخر هو الذي يأتي ويبقى أحدهما في عمله. فهذا التناوب، يعني كل إنسان يتناوب في يوم. وهنا قالت عائشة: ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، أن يأتي أحدهم مرة وأخرى أو آخر مرة، لأنهم في العوالي. العوالي هي منطقة بعيدة عن المدينة، والمنطقة البعيدة حسب البعد وأنهم لا يسمعون النداء، فهنا لا تجب عليهم. لو كانت تجب عليهم لما تناوبوا، كانوا جاءوا جميعا إلى الجمعة، ولكن المكان كونه بعيد، فلذلك على الإنسان الذي يسكن خارج المدن كما ذكرنا في البوادي أو المناطق البعيدة النائية عن المدن والقرى، فهذا لا تجب عليه الجمعة. فهنا قالت: فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، يعني يأتون مشيا على أقدامهم يقطعون المسافات الكبيرة، وفي المسافة الكبيرة كان يعرق الإنسان من كثرة المشي، والغبار يأتيه فيصل إلى المسجد وفي عليه الغبار والعرق، وهيئته يعني تكون غير جيدة، فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام عندها في يومها، وكان يوم الجمعة، فرجل من هؤلاء الذين يسكنون في العوالي أتى، حتى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني أنت جيت في هذا الغبار والعرق، فلو اغتسلت قبل أن تدخل المسجد أو تأتي وتقابل أحد. وعنها: كان الناس مهنة أنفسهم، كانوا يعني مهنة أنفسهم، هنا يعني كل إنسان له مهنة خاصة، كأنهم يعني كما تذكر السيدة عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني إنسان يخدم نفسه في عمله. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة، إذا ذهبوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، يعني يخرج الإنسان من عمله، والله إنسان عم يشتغل في حدادة، خلاص إجا وقت الجمعة كما هو يخرج إلى المسجد، إنسان عم يقلع بطاطا ويخرج كما هو إلى المسجد، فعلى الهيئة التي كان عليها في ثوبه الذي في عمله، وفي ما هو عليه من العرق أو غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقيل لهم: لو اغتسلتم. والقائل هو النبي عليه الصلاة والسلام.
كل ذلك يبين أن الإنسان عليه أن يغتسل يوم الجمعة وأن يهيئ نفسه حتى يأتي إلى المسجد، لأنه سيلتقي بالناس حتى لا يؤذيهم بمنظره ولا يؤذيهم برائحته ولا يؤذيهم بالشكل الذي يكون عليه وهو في مهنته. فالإنسان يعني يغير من هيئته حتى يكون على أحسن هيئة ويلتقي بالناس يوم الجمعة. هنا نستفيد من هذا الحديث أن الجمعة لا تجب على من كان بعيدا ويشق عليه المجيء، إذا كان في مشقة كبيرة فهذا الإنسان لا تجب عليه الجمعة. كذلك نستفيد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أنه ولو كان عندهم هذه المشقة فكانوا يمتثلون للأمر. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكانوا الصحابة مع كل المشقات يأتون إلى الجمعة، حتى يعني كانوا سبحان الله يأتي من العوالي من مكان بعيد فيه المشي والغبار والعرق والشمس، ومع ذلك كان يمشي ويأتي حتى يحضر الجمعة. وهذا من حرص الصحابة على فعل أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو شق ذلك عليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.